بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي طلبة الرابع العلمي، لقاء متجدد معكم إن شاء الله، وسنكون في موضوع الاقتضاء. ماذا تعرفون عن الاقتضاء؟ الاقتضاء على نوعين، يوجد اقتضاء باتجاه واحد ويوجد اقتضاء باتجاهين. متى يكون الاقتضاء باتجاه واحد؟ متى يكون هذا الاقتضاء باتجاهين؟ سنكون معكم إن شاء الله وأمثلة تفصيلية لهذا الموضوع، كونوا معي. أهلا بكم طلبتي الأعزاء، والمحاضرة السادسة من سلسلة محاضرات المنطق الرياضي، وكما نوهنا قبل قليل والمحاضرة سوف تتكلم عن الاقتضاء. الحالة الأولى للاقتضاء أعزائي، لو كانت X تساوي 3، أكيد أن الX تربيع تساوي 9. X تساوي 3 رح أسميها العبارة P، X تربيع يساوي 9 رح أسميها العبارة Q. فإذا كانت الX تساوي 3، بالتأكيد أن مربعها يساوي 9، ولكن إذا كان الأكس تربيع يساوي 9، فربما يكون الأكس موجب 3 أو سالب 3، إن البي يؤدي إلى كيو مؤكد. إذا كانت الأكس تساوي 3، فإنه يقتضي بالضرورة أن أكس تربيع يساوي 9، ولكن إذا كانت الأكس تربيع تساوي 9، لا يقتضي بالضرورة أن X تساوي 3، فربما تكون X 3 أو سالب 3. هذا النوع من العبارات يسمى اقتضاء باتجاه واحد. ولو أخذنا الحالة الثانية، والحالة الثانية هو الاقتضاء في اتجاهين متعاكسين، عندما أقول أن X تساوي 3، فبالتأكيد أن X تكعيب تساوي 27. زين، إذا كانت X تكعيب تساوي 27، الجذر التكعيبي لل 27 هو 3، إذن X تساوي 3. ليش؟ لأن من أخذ الجذر التكعيبي، من أخذ الجذر الخامس، من أخذ الجذر السابع، من أخذ الجذر التاسع، الموجب يبقى موجب والسالب يبقى سالب. فإذا كانت X 3، فإنه يقتضي بالضرورة أن يكون X تكعيب يساوي 27، وإذا كان X يساوي 27، فإنه يقتضي بالضرورة أن يكون X يساوي 3. فإذا تحقق لدينا اقتضاء باتجاهين متعاكسين، فسوف يرمز لهذا الاقتضاء بهذا الرمز. فإذا كان أحد الاتجاهين متحقق والاتجاه الثاني ليس بالضرورة، فنقول أن هذا الاقتضاء سيكون باتجاه واحد فقط، يعني ممكن يكون من اليمين إلى اليسار، وممكن يكون من اليسار إلى اليمين فقط. أما إذا كان الاتجاهين متحققة فيقال أن هذا الاقتضاء سيكون باتجاهين متعاكسين، وسوف نكون ومجموعة من الأمثلة التي تناقش هذا الأمر بشكل تفصيلي. إذن السؤال يقول اختر أما الرمز يقتضي باتجاه واحد أو يقتضي باتجاهين لوضعه بين التعبيرين في الحالات الآتية لتصبح العبارة صحيحة. إذن أعزائي، رح نكون وياكم ومجموعة من الأمثلة. أنت من خلال هذه الأمثلة، العبارة الأولى ممكن أسميها P، العبارة الثانية ممكن أسميها Q. إذا كان اتجاه واحد صحيح، فرح أخلي شنو يقتضي باتجاه واحد. إذا كان الاتجاهين صحيحين، فرح أقول يقتضي باتجاهين. خلي نروح سوا ونشوف هذه الأمثلة. إذن المثال الأول، X يساوي 2 وX تكعيب يساوي 8. شنو رأيك بهذا الحكي؟ X يساوي 2، زين، هذه الثنين من أكعبها شي يصير؟ يصير 8. إذا نسى هذا الاتجاه بالتأكيد متحقق. زين، إذا كان الأكس تكعيب تساوي 8، من أخذ الجذر التكعيبي للطرفين،
بالتأكيد الاكس يساوي 2. نعم احنا ماخذين ملاحظة، اذا اخذ الجذر الفردي للطرفين فالموجب يبقى موجب والسالب يبقى سالب، اذا هذا الاتجاه يشتغل وهذا الاتجاه ايضا يشتغل، اذا كان الاتجاهين اثنيناتهم يشتغلون فهذا راح اسميه اقتضاء باتجاهين، وشفنا قدامكم الحل للفرع الف. زين لو كانت هنا مكان التكعيب مثلا اس 4 وكان مكان الثمانية عندي 16، يعني شو يقول لي؟ اذا قال لي الاسئله التاليه خلي نشوفها، اذا قال لي مثلا اكس تساوي 2 وبعد خلي ناخذ سؤال اخر بقلم مختلف، يقول لي الاكس تساوي 2 وبعد ويقول لي هنا اكس اس 4 تساوي 16. زين هذا الاربعه هو عدد زوجي، اذا الاكس يساوي 2 بالتاكيد الاكس اس 4 16، اي بالتاكيد. اذا كان اكس اس 4 16 بالتاكيد الاكس يساوي 2، لا مو بالتاكيد، احتمال 2 واحتمال سالب 2. اذا هكذا نوع من الاسئله هذا راح اقول عليه يقتضي باتجاه واحد فقط، ولكن اذا اجاني السؤال منه اذا قال لي اكس اس 4 يساوي 16 وهنا قال لي الاكس يساوي 2، هسه احنا اتفقنا بين اقتضاء من اتجاه واحد، لكن يا اتجاه راح يشتغل هنا، اذا راح يشتغل الاتجاه العكسي فراح يكون بهذه الصوره. اذا مستمرين وياكم وسؤال اخر، الاكس اكبر من 2 والاكس اكبر من 5، خلي نناقش هذه السالفه. شو تقول اذا العدد هو اكبر من 2؟ اكيد هو اكبر من 5. راح تقول لي خوب الثلاثة هو أكبر من 2 بس مو أكبر من 5، هو أصغر من 5. زين إذا كان العدد أكبر من 5 أكيد هو أكبر من 2، تقول لي 6 7 8 9 هو أكبر من 5 وأكبر من 2، إذن الاتجاه الأول كان فيه مشكلة لكن الاتجاه الثاني مؤكد، مو كل عدد أكبر من 2 هو أكبر من 5، والدليل هو 3 و4، لكن كل عدد أكبر من 5 لابد ان يكون اكبر من 2. اذا من ارجع لهذا السؤال اقول له اذا كان الاكس اكبر من 2 فليس بالضروره ان يكون اكبر من 5، ولكن اذا كان الاكس اكبر من 5 فبالضروره راح يكون اكبر من 2. اذا شنو اللي راح اخليه هنا؟ اذا صار عندي اتجاه واحد فقط، اذا كان الاكس اكبر من 5 فهو بالتاكيد راح يكون اكبر من 2، ولكن الاتجاه العكسي غير صحيح. زين خلي نشوف سؤال اخر، شنو معناها من يقول لي اكس اصغر او يساوي صفر؟ شنو معناها وشنو معناها من يقول لي اكس اكبر او يساوي صفر؟ اذا معناها ما يلي، من يقول لي اكس اصغر من صفر يقصد بي عدد سالب، ومن يقول لي اكس اكبر من صفر يقصد بي عدد موجب. زين اصغر او يساوي صفر شنو معناه؟ معنى لو سالب لو صفر، وإذا قال لي أكبر أو يساوي صفر شنو معنى؟ معنى لو موجب لو صفر. زين خلي أرجع للسؤال، إيش جاي يقول لي السؤال؟ يقول لي إذا كان العدد أصغر من صفر يعني سالب أكيد مربعه موجب؟ أقول له نعم أقسم أن مربعه موجب، مربع الصفر هو صفر ما عندي مشكلة، هنا في هذا السؤال الصفر ما عندي بي مشكلة، مربع السالب سالب في سالب هو موجب، يعني اخذ سؤال خلي اخذ سؤال، يعني اذا ردت اقول لك على سبيل المثال سالب 2 في سالب 2، هسه سالب 2 في سالب 2 اذا هذا يساوي 4. زين اذا اقول 2 في 2 شو يساوي؟ اذا 2 في 2 ايضا يساوي 4. زين هسه هذا سالب 2 تربيع، يعني معناها ايش راح استنتج؟ راح استنتج بأن سالب 2 تربيع لازم يكون موجب مو، وراح استنتج بعد شنو هو؟ إذا كان 2 تربيع لازم يكون موجب، فالعدد السالب مربعه أكيد موجب والعدد الموجب مربعه أكيد سالب. زين إذا السؤال هسه إذا كان مربع فالعدد هو موجب هل بالضرورة أن يكون أصل العدد سالب؟ أقول له لا مو شرط، هسه هنا مربع السالب 2
هو موجب لكن العدد هو سالب، ومربع الاثنين هو موجب لكن أصل العدد موجب. لذلك من أجي أرجع لهذا السؤال، أنا إيش راح أقول له؟ راح أقول له إذا كان العدد سالب أكيد المربع مالته موجب، هذا أكيد. لكن إذا أكو فد عدد مربع موجب ليس بالضرورة أن يكون العدد سالب، ربما يكون موجب، يعني يصير 2، 2 تربيع مو موجب لكن العدد هو بالأصل 2 موجب، 3 تربيع 9 موجب لكن أصل العدد هو موجب. فقد يكون العدد سالب المربع مالته شي يكون موجب، وقد يكون العدد أصلا موجب المربع مالته موجب. لذلك إيش راح أقول هنا؟ راح أقول إذا كان العدد سالب فبالضرورة يكون مربع موجب، لكن إذا كان العدد موجب أو مربع أي عدد موجب ليس بالضرورة أن يكون أصل العدد هو سالب. وبقى عندي الفرع دال، والعبارة بي يقول لي ألف باء جيم دال شكل رباعي قطراه متناصفان، وألف باء جيم دال متوازي أضلاع. إذا تتذكر سولفنا عن خواص متوازي الأضلاع، ومن سولفنا سابقا عن الأشكال الرباعية تتذكر متوازي الأضلاع إيش قلنا عليه؟ قلنا وهو شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين، وقطراه ينصف أحدهما الآخر، كل زاويتين متقابلتين متطابقتين، كل زاويتين متجاورتين مجموعهما 180 درجة. اللي يهمني وين؟ هل متوازي الأضلاع قطراه متناصفان؟ تقول لي إيه أكيد قطراه متناصفان. زين إذا شكل رباعي قطراه متناصفان اللي يكون متوازي أضلاع؟ هسه يجيني طالب يقول لي مو شرط متوازي أضلاع. فشو يقول لي هذا الطالب؟ يقول لي ربما يكون الشكل مربع، ربما يكون الشكل مستطيل، ربما يكون الشكل معين. زين دول الأشكال الثلاثة هم مو متوازي أضلاع، المربع هو متوازي أضلاع، المعين هو متوازي أضلاع، المستطيل هو متوازي أضلاع. فإذا قال لك متوازي أضلاع لا تقول لي ممكن يكون مربع، لأن المربع متوازي أضلاع. فمن أجي أرجع للسؤال هنا إيش دا يقول للسؤال؟ يقول إذا كان الشكل الرباعي قطراه متناصفان أكيد متوازي أضلاع؟ أقول له نعم نعم أكيد متوازي أضلاع. زين إذا هو متوازي أضلاع قطراه متناصفان؟ نعم قطراه متناصفان. إذن هذه العبارة تقول إلى أن كيو يقتضي باتجاهين البي. إذن هذه الأمثلة تمثل أمثلة الكتاب. ورح أروح إلى السؤال الثاني من أسئلة التمارين، شنو رأيك بأن نحاول نحل أسئلة التمارين سوى؟ وتتذكر خواص المستطيل، خواص المربع، خواص المعين، وشنو علاقة كل ذني بمتوازي الأضلاع، وعلاقة متوازي الأضلاع بهم. إذن خلي أروح أشوف الأسئلة، ورح نبدي بالعبارة الأولى P والعبارة الثانية هي Q. وش دا يقول لي بالتمارين؟ يقول لي لو تخلي يقتضي باتجاه واحد، لو تخلي يقتضي باتجاهين. خلي أشوف الشكل الرباعي مستطيل. زين افتهمنا قطراء الشكل الرباعي يتناصفان. زين المستطيل قطراه يتناصفان أكيد. ليش؟ ليش؟ أريدك أنت تقول لي ليش المستطيل قطراه يتناصفان؟ تقول لي لأن المستطيل هو حالة خاصة من حالات متوازي الأضلاع. كل مستطيل هو متوازي أضلاع، وخواص متوازي الأضلاع شنو؟ خواص متوازي الأضلاع بأن قطراه متناصفان. زين إذن كل مستطيل قطراه متناصفان نعم. زين خلي أرجع لهذا السؤال، إيش ده يقول لي الشكل الرباعي مستطيل إذن قطراه متناصفان؟ أقول له افتهمنا هذه العبارة صحيحة، هذا الاتجاه هسه اليمنى لليسرى صحيح. زين إذا كان الشكل الرباعي قطراه يتناصفان بالضرورة يكون مستطيل. زين إيش راح تقول لي هسه؟ تقول لي ربما يكون متوازي أضلاع، ربما يكون متوازي أضلاع. زين متوازي الأضلاع هل هو مستطيل؟ متوازي الأضلاع مو مستطيل، كل مستطيل هو متوازي أضلاع لكن مو كل متوازي أضلاع هو مستطيل. إذن
الشكل الرباعي الذي قطراه يتناصفان هو بالأصل متوازي أضلاع، وحالات خاصة لمتوازي الأضلاع ربما يكون مستطيل وربما يكون مربع وربما يكون معين. زين، إذا كان الشكل الرباعي مستطيل قطراه متناصفان لأن المستطيل هو متوازي أضلاع، ومن صفات متوازي الأضلاع أن قطراه يتناصفان. زين، إذا كان الشكل الرباعي قطراه يتناصفان بالضرورة أن يكون مستطيل؟ لا مو بالضرورة، ربما يكون متوازي أضلاع. زين، هل متوازي الأضلاع مستطيل؟ لا مو مستطيل. إذا معناها كم اتجاه هذا؟ إذا هذا راح يكون باتجاه واحد. إذا الحل لهذا السؤال، إذا هذا يقتضي بهذا الاتجاه فقط. زين، خلينا نشوف الشكل الثاني أو العبارة الثانية. الشكل الرباعي معين. زين، خلينا نسولف على المعين. تتذكر المعين شنو أخذنا صفاته؟ صفات المعين، بالإضافة إلى أن كل صفات متوازي الأضلاع موجودة بالمعين، لكن المعين بصفتين خاصة، أضلاعه متساوية وقطراه متعامدان. زين، ورا ما راجعنا هذه الصفات خلينا نشوف السؤال شو يقول. الشكل الرباعي معين أضلاعه متطابقة، هل كل معين أضلاعه متطابقة؟ أقول إي، إذا هذا الاتجاه صحيح. زين، كل شكل رباعي أضلاعه متطابقة هو معين. هسه دا أسمع طالب من عندكم يقول لا، يجوز مربع. زين، ليش هو المربع مو معين؟ شنو تعريف المربع؟ المربع وهو معين ولكن زواياه قوائم. إذن بعد عندك غير رأي؟ شنو اعطيني في الشكل رباعي أضلاعه متطابقة؟ هو بس المعين والمربع. زين، إذا تقول لي معين هو هذا معين. زين، إذا تقول لي مربع، زين المربع مو معين؟ قل لي إيه معين. إذا معناها الجواب لهذا السؤال، هذا ايش راح يكون عندي؟ راح يكون تطابق أو اقتضاء بمن؟ هذا راح يكون اقتضاء باتجاهين. زين، العبارة الثالثة، الشكل الرباعي مستطيل. الشكل الرباعي مستطيل، الشكل الرباعي قياس زواياه قوائم. زين، خلي أراجع وياك. المستطيل شنو تعرف المستطيل؟ راح تقول لي المستطيل وهو متوازي أضلاع بصفتين خاصة. شنو؟ بأن زواياه قوائم. كل خواص متوازي الأضلاع تنطبق على المستطيل، لكن مو كل خواص المستطيل تنطبق على متوازي الأضلاع. المستطيل إلى صفة خاصة بأن زواياه قوائم. زين، خلي أرجع للسؤال ونشوف شو يريد مني. يقول لي هل كل مستطيل زواياه قوائم؟ أقول له إيه، هذه متفقين عليها. زين، إذا الشكل الرباعي زواياه قوائم بالضرورة يكون مستطيل؟ بس هنا دا أسمع طالب من عندكم يقول لا، يجوز يكون مربع. زين، تعريف المربع شنو؟ المربع وهو مستطيل لكن بصفتين خاصة، بأن أضلاعه متساوية وقطراه متعامدان. إذن كل مربع هو مستطيل، لكن مو كل مستطيل هو مربع. إذن إذا كانت الشكل الرباعي زواياه قوائم أكيد راح يكون مستطيل، وإذا قلت لي لا راح يكون مجوز مربع، أقول لك المربع وهو مستطيل. إذن الحل لهذا السؤال سيكون ماذا؟ سيكون اقتضاء باتجاهين. زين، هسه هذه افتهمناها، خلي نروح على الفقرة الرابعة. وإيش دا يقول لي بالفقرة الرابعة؟ دا يقول لي إذا كان أي في بي يساوي صفر، فإن أي يساوي صفر أو بي يساوي صفر. اعطيني عددين حاصل ضربهم صفر. اعطيني عددين، شو يجي على بالك؟ راح تقول لي ثلاثة في صفر يساوي صفر، أقول لك إيه، عاش إيدك. زين، راح تقول لي صفر في أربعة يساوي صفر، أقول لك إيه، عاش إيدك. تقول لي صفر في صفر يساوي صفر، اقول لك عاش ايدك. زين، اذا عددين حاصل ضربهم صفر، يعني تقول لي شنو الاحتمالات الممكنه؟ راح تقول لي لو الاول هو صفر، مو، لو الثاني يساوي صفر، لو اثنيناتهم يساوي صفر، مو. زين، هسه هنا ايش يقول لي بالسؤال؟ ده يقول لي اذا كان اي في بي يساوي صفر، فاكيد اي يساوي صفر او بي يساوي صفر. زين، راح تقول لي مو هاي اثنيناتهم يساوي صفر، شو ما قال لي عليها؟ مو هذا الاو، احنا مو ماخذين الاو، الاو تكون صائبه شوكت،
إذا كانت أحدهما صائبة على الأقل. فإذا كان الـ A تساوي صفر صائبة يطلع صفر، وإذا كان الـ B تساوي صفر حتى لو الـ A ما يساوي صفر صائبة يطلع صفر لأن أو، وإذا كان اثنينهم يساوي صفر صائبة. فإذا كان الـ A في B يساوي صفر أكيد واحد منهم أو اثنينهم يساوون صفر، وإذا كان واحد منهم أو اثنينهم يساوي صفر فبالتأكيد الـ A في B يساوي صفر. إذن الجواب على هذه الفقرة أيضا سيكون اقتضاء من اتجاهين. زين، مستمرين وياكم أعزائي، وخلي نشوف الفقرة الأخرى لهذا السؤال. إذا كان X يساوي سالب 3 بالتأكيد أن X تربيع يساوي 9 لو لا؟ إذا X يساوي سالب 3 أنت جاوبني بالتأكيد X تربيع يساوي 9، تقول لي بالتأكيد X تربيع يساوي 9. زين، إذا X تربيع يساوي 9 بالتأكيد X يساوي سالب 3؟ تقول لي لا، احتمال الـ X 3 واحتمال الـ X سالب 3. إذن الجواب لهذا السؤال إيش راح يكون هنا؟ راح يكون اقتضاء باتجاه واحد. إذن هذا الجزء الأول من الأسئلة، وسيكون لنا وقفة مع الأجزاء الأخرى من هذه الأسئلة الخاصة بتمارين الكتاب. إذن عدنا إليكم أعزائي وتكملت أسئلة الكتاب والسؤال الثاني تحديدا، ووصلنا إلى هذه الفقرة والعبارتين. الشكل الرباعي مربع الشكل الرباعي قياس زوايا قوائم. زين، إذا كان الشكل الرباعي مربع أكيد زوايا قوائم، أكيد من خواص المربع من زواياه كلها قوائم. زين، إذا كان الشكل الرباعي زوايا قوائم أكيد يكون مربع. هسه شو تقول لي؟ إذا الشكل الرباعي زوايا قوائم ربما يكون مستطيل. زين، هل المستطيل مربع؟ لا، المستطيل مو مربع. يعني معناه هذا شنو هو؟ إذن الجواب لهذا السؤال سيكون اقتضاء من اتجاه واحد. هسه إذا الأكس تساوي 5 أكيد أكس تربيع يساوي 25؟ أقول له إي أكيد. إذا X تربيع يساوي 25 أكيد X يساوي 5؟ أقول لا مو أكيد، احتمال X يساوي سالب 5. إذن هذا شيء يمثل، إذن هذا يمثل اقتضاء من هذا الاتجاه. زين، إذا X تساوي سالب 5 أكيد الـ X تكعيب تساوي سالب 125؟ أقول له أكيد، سالب 5 في سالب 5 في سالب 5 سالب 125. زين، إذا X تكعيب تساوي سالب 125 من آخذ الجذر التكعيبي مالتها راح يطلع سالب 5؟ اقول لهم اكيد، لان هنا جذر تكعيبي عدد فردي، والجذر التكعيبي للموجب موجب، والجذر التكعيبي للسالب سالب. اذا هذه الفقره ايش راح يكون الجواب مالتها؟ اذا الجواب مالتها راح يكون باقتضاء باتجاهين. هل كل مثلث متساوي الاضلاع يجب ان يكون متساوي الساقين؟ خلي نجي نسولفها. هو شنو هو متساوي الاضلاع؟ شنو المثلث متساوي الاضلاع؟ تقول لي يكون المثلث متساوي الأضلاع إذا كانت كل أضلاعه متساوية. زين، إيش وقت يكون المثلث متساوي الساقين؟ راح تقول لي يكون المثلث متساوي الساقين إذا ضلعين من عنده متساوية. إسا الثالث يساوي ما يساوي ماكو مشكلة. يعني عندي مثلث أضلاعه 3 بثلاثة بأربعة، هذا إيش أسميه؟ أسميه متساوي الساقين. زين، 3 بأربعة بأربعة إيش أسميه؟ أسميه متساوي الساقين. زين، 4 ب4 ب4 هذا اسميه متساوي الساقين، وبعد ايش اسميه؟ اسميه متساوي الاضلاع. اذا كل مثلث متساوي الاضلاع يجب ان يكون متساوي الساقين، لكن مو بالضروره ان يكون المثلث متساوي الساقين يكون متساوي الاضلاع. لذلك من اجي ارجع لهذا السؤال يقول لي اذا كان متساوي الاضلاع هو اكيد متساوي الساقين؟ اقول له اي اكيد. زين، إذا متساوي الساقين أكيد متساوي الأضلاع؟ أقول لا مو أكيد. إذن الجواب لهذا السؤال هذا الشيء يكون هنا راح يكون اقتضاء باتجاه واحد فقط. إذا عندي حاصل ضرب قوسين يساوي صفر، شلون أحل المعادلات؟ راح أقول أما القوس الأول يساوي صفر أو القوس الثاني يساوي صفر. يعني شنو معناها؟ خلي آخذ هذا السؤال وياكم. يعني يجيني السؤال يقول لي إذا عندك X ناقص 1 مضروبة في X ناقص 2 يساوي 0، إذا شلون راح أحل هذا السؤال؟ راح أجي أقول له أما شنو هو؟ أما X ناقص 1 يساوي 0،
إذا معناها يؤدي إلى شنو؟ أحول السالب واحد إلى الطرف الآخر، إذا راح يصير x يساوي واحد، زين. أو شنو؟ أقول x ناقص 2 يساوي صفر، إذا معناها سيكون x يساوي 2، فإذا كان x ناقص 2 وفي x ناقص 1 يساوي صفر، أكيد x يساوي 1 أو x يساوي 2، وإذا كان x يساوي 1 أو x يساوي 2، أقول له بالتأكيد أن المعادلة كانت x ناقص 1 في x ناقص 2 يساوي صفر. خلي أرجع لك مرة ثانية حتى الفكرة تتعزز عندك. إذا أجيب لك سؤال أقول لك إذا كان x ناقص 1 في x عفوا إذا كان x يساوي 1 أو x يساوي 2، شنو كانت المعادلة؟ أنت رأسا الواحد تحوله للطرف الآخر هذا، والاثنين تحوله للطرف الآخر وتقول لي كانت شنو؟ كانت x ناقص 1 في شنو؟ في x ناقص 2 يساوي صفر. إذا من أرجع لهذا السؤال أقول بالتأكيد هذا السؤال سيكون الاقتضاء من اتجاهين. إذا انتهت هذه الأسئلة، سيكون لنا لقاء آخر معكم إن شاء الله وموضوع آخر وهو الجمل المفتوحة وحل الجمل المفتوحة ونفي الجمل المفتوحة. إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحفظه.